اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. اليوم نبغى نتكلم على ديكور المطبخ، وفعلا في ناس اوقات من غير ما هي تحب انها تطبخ بس تهتم بتصميم المطبخ. خلينا نشوف اخر صيحات 2019 بالنسبه للمطبخ. اوكي، عايزه نتكلم على الصيحات طوالي، انه اول يعني شنو حاليا الترند في المطبخ. مشينا على التكنولوجيا، يعني عندك بقى الناس بتتجه للمطبخ الذكي. يعني تخيلي انه بقيت انت ممكن من التلفون او الايباد تقدري تتحكمي في كل حاجه، الماكينه بتاعت المويه، الثلاجه، يعني من جوالي اطلب القهوه. ممكن لا والله يصير هاني، انه ممكن تقدر في وقت معين القهوه بتاعتك تتحضر لك. شفت كيف في مجال. ممكن كمان الثلاجة تديكي ألارم، إنه إذا عندك مثلا بيض ناقص أو عندك حليب ناقص تديكي ألارم إنه خلاص حتنتهي، أو إذا في صلاحية معينة حتنتهي مدة الصلاحية ممكن تديكي ألارم عشان تقدري تمشي على الاشتراك من الجروسري. طيب عادة سيماء لما يكون في تصميم للمطبخ، هل تاخذين يعني راي السيده صاحبه المكان تشاركين معها في الاراء، ولا تقول تورينها التصاميم وهي تختار؟ لا طبعا، زي باقي الاماكن في البيت. نعم. لازم احنا في الاول نفهم الشخص اللي قاعد في البيت ده، ونقعد معاه ونتعرف عليه اكثر وعلى شخصيته، وبيحب شنو وما بيحب شنو، وبالاخص هنا صاحبه المنزل، لانه هي بتكون يعني اهتمامها اكثر في المطبخ، فنفهم هي احتياجاتها شنو، وناخذ منها الجماليات والحاجات اللي هي بتحبها والستايل اللي بتحبه، وناخذها كعناصر، بنقعد نحن كفريق يعني نجيب المعلومات بتاعتنا والتقنيات حقتنا وندمجها مع بعض، انه نطلع لها تصميم حلو وعملي ومناسب مع شخصيتها. طب سيما، بعيدا على الشكل والتصميم، لو نتكلم على اهم العناصر التقنيه الاساسيه اللي بتاخذوها بعين الاعتبار. طبعا في اكثر من عنصر زي الاماكن الثانيه، بس في المطبخ عندنا قواعد اساسيه. عندك مثلا اول حاجه في قاعده المثلث الذهبي، دي بتقول انه المغسله والثلاجه والغاز لازم يكونوا في شكل مثلث، ما يكونوا جنب بعض، لانه حركه الانسان بتكون بين الثلاثه نقاط دي. يا سلام. عندك كمان الكاونتر ده المكان اللي بتشتغلي فيه وبتحضري فيه والطبخة وبتعملي التقطيع، فده أول شيء لازم نتأكد إنه في مساحة كافية إنه الشخص يعمل الشغل اللي عايزه، ويكون في عليه ضوء كافي، لأنه بيستخدم سكاكين حادة وكده، فحلو دائما إنه تنزلي بندنت لايت أو لايت نازل من تحت، بدي شكل جمالي وبديك الإضاءة الحلوة. وبما إنه قلنا الإضاءة، مفروض إنه كمان المطبخ زي ما قلنا إنه يكون في إضاءة طبيعية زي كل الأماكن، نحن نوازنها بإضاءة صناعية. يكون عندك مثلا على الكاونترز في إضاءة مخفية، لما تفتح الدواليب من جوا يكون في اضاءه انه تساعدك ان تلقي الحاجه اللي انت عايزاها، يكون في اكسنت لايت او اضاءه موجهه. كمان عندنا التهوئه جزء مهم جدا من المطبخ، وبنستخدم فيها الشفاطات اللي هي بتساعدك على انه ريحه الطبيخ ما تاثر على باقي البيت. حاليا الشفاطات بقت لها شكل حلو، وبالعكس ما بتنقص من جماليه المطبخ نهائيا، بتزيد من جماليه المطبخ. بس على هذه السيره، تعرفي يمكن دحين كثير ستايل المطبخ المفتوح على الجلسة. صح. لكن في كثير سيدات ما يحبوا هذا الستايل بسبب الريحة، يعني يدوب تطبخ شيء صغير. نعم. كل البيت يصير ريحته. والله لو استخدمتي شفاط كويس الريحة دي ما بتكون أبدا فيه، لأنه لو لاحظتي حتى في مطاعم. أيوه. بتكون الجريل والهناي موجود، بس عشان الشفاط كويس ما بتحس يعني بالريحة. يعني يحطوا قزاز عادة ولا لا؟ لا، حتى لو مفتوح. أيه. لانه بتلقي انه الشفاط هو الشيء الرئيسي اللي ما بخلي الريحه تطلع لي برا. في هسه انواع من الشفاطات كمان ممكن بيزر، وقت ما انت محتاجاها تطلع بس وقت الاحتياج، وبعد ذاك ترجع. عندك كمان المواد المستخدمه لازم تكون ديورابل، تكون سهل تنظيفها، تكون غير زلقه. عندك مساحه التخزين جدا مهم في المطبخ، ولازم طبعاً نستخدم التخزين الذكي. فاحنا بنساعد صاحبه المنزل انه هي مثلا تكون في ديفايدرز أو الفواصل للشوك والمعالق. عندك الكورنرات الميتة، بقى في إنه أدرج إنه بتقدري تسحبيها تناوي الحاجة اللي أنت عايزاها. عندك مثلا الأدرج اللي بتطلع لي برا. المهم إنه لازم يكون مرتب المكان. نعم. عشان أنت تسهل عليك تعمل التطبيق، ويكون في كودز لكل حاجة. حل. جميل. طبعا الآن إحنا كل الصور اللي قاعدين نشوفها تصميمي، هي من تصميمك ما شاء الله. واضح اللمسة، يعني لمسة أكثر من رائعة. الله يسلم. لكن لو نتكلم عن الصيحات الجديدة، ده كل شيء قاعد يتطور.
وحتى يعني المطابخ، هل هناك مثلا دمج بتقنيات جديدة راح نشوفها؟ احنا قاعدين نشوف الحين كثير من الروبوتس يعني ممكن هي تسوي لك طبخة. ايوه زي ما ذكرنا انه في التقنيات الجديدة دي، وهسه كمان بقى انه المطبخ، لانه ممكن يكون عندك انت بيكون في مطبخ خارجي وفي مطبخ داخلي، فاحنا عندنا هنا في الخليج في المطابخ اللي بتكون انه بيستعينوا بالمطبخ الخارجي، لانه مرات بيكون في شيف فبتدي خصوصية لاصحاب البيت، وكمان انه الريحة بتاعت الطبيخ عندنا عشان البهارات وكده، فبيحبوا انه يكون في مطبخ خارجي، والداخلي بيكون لللمسات الأخيرة وبيكون شكله حلو مكمل لباقي البيت. طب بالنسبة سماء للسلامة والأمان، خاصة الناس اللي عندهم أطفال، يعني هل في مثلا قواعد معينة بتستخدميها في هذا الشيء؟ أيوة، يعني عندك مثلا أولا لوحات الأجهزة الكهربائية واحد من الحاجات لقواعد السلامة، لازم تختاري أجهزة تكون تراعي فيها السلامة وتكون بارتفاع كويس، عندك السويتشات بتاعت الكهرباء برضو تكون بارتفاع كويس وتكون النوعية بتاعتها ممتازة، ما تكون واطية يعني عشان الأطفال. أيوة ما تكون واطية طبعا للأطفال، سارة عارفة أنه كمان لازم في حاجات أنه بتعمليها أنه مؤقتة للطفل عشان ما يقدر يفتح لو مثلا في مواد تنظيف أو كده، الحاجة دي مهمة شديد، وأنه ما تكون زلقة، دي أهم شيء أنه الأرضية ما تكون زلقة. احنا بنتكلم على ست البيت بس، يعني الرجل اللي يحب يطبخ في تكون لي لمسات للرجل في المطبخ ولا لا؟ طبعا الراجل لو حاب يطبخ بتنطبق عليه كل الحاجات اللي قلناها لصاحبة البيت، بس يعني اهم شيء ينظف من وراء. ينظف من وراء حرام. اي والله. انت بتطبخ هاني؟ والله مرات، بس صار لي موقف يعني من زمان، صار لي اكثر من سنه. ايوه موقف طبخ بس هل هذا صحيح رجال لما يدخل المطبخ يعني والله مو يركب الدنيا؟ والله في رجال انظف من يعني من كثير السيدات. اوبا. هي ما لها علاقه، هي بالشخصيه، بس انا كهاني لا انا فوضوي يعني اسوي لك مشاكل. طيب بس انا لفتني هذا التصميم، لو احنا نشوف كثير في من المطابخ بتحط كذا في النص الايلاند. الايلاند دي هنا لما انا كنت بتكلم على مكان الطبخ بتكون في الايلاند، او هنا في المطبخ المفتوح انه هي جايه على الجهه بتاعت الجلسه نفسها. الايلاند هسه كثير كمان ساره بيجو بيستخدموها، انه ممكن تخطي فيها حتى اللي هو الكوكر الكهربائي، ممكن تكون فيها المغسله ويكون فيها الكاونتر، وممكن كمان تكون جزء منها الطاوله اللي بتجمعوا فيها العائله، لانه حاليا المطبخ بيجو ما زي زمان، يعني زمان كان هو عباره عن مساحه معزوله برا البيت، بس هسه بيجو الناس يعني بيكون كمان مكان التجمع بتاع الصباح، صار مكان تجمع المطبخ وبعد ما نرجع من البيت، فبيجا له اهميه اكثر من زمان. يعني انا ما اعرف ليش احنا لما كنا صغار كان أكثر الـ يعني المواضيع العائلية في المطبخ، في المطبخ ما أعرف ليش. لأن الأم في المطبخ تطبخ مثلاً أو بتسوي القهوة يتجمع وتتكلموا، بس المواضيع السخنة دائماً في المطبخ. فعلاً، لأنه يمكن هو مكان يعني جديد، الإنسان يحس إنه مرتاح أكثر في المطبخ. أيوة. فالناس بقى بتهتم بتصميمه أكثر من زمان. سيماء شكرا لك، وحقيقة على هاللمسات الرائعة. حبيت التصاميم جدا، رائع صراحه، يعطيك العافيه. ذوقك مهم، يعني مهم ان تعجبكم. الله يسلمك. شيء ذوقك انت والله حلوه المطابخ، لانه هاني بيكي يعني ما اي حاجه بتعجبك. والله بالعكس هاني سهل والله يعني مره سهل، حسب على حسب المكان اللي يعني انا سهل بالشيء الحلو، يعني هذا ما يحتاج انه انت تقول رايك، شيء حلو خلاص. الله يسلمك. والان يمكن مساله الايلاند، هذا الايلاند حلو هذا. أيوه. الموضوع حلو، بعدين في كثير ناس اشوف تستخدمه زي البوفيه، يعني تحط الاكل عليه. أيوه. يصير الناس تغرف وتروح تقعد على الطاوله. فافكار حلوه. شكرا لك. شكرا لك يا ساره، تسلمي.